الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله. Being given this opportunity to be in the studios of Al Ansaar today and have the special program for the month of Sha'ban, inshallah. May Allah bless us on these auspicious days, inshallah. We will start off with Ahsan al Hadith, which is Kitab Allah, and inshallah, thereafter we'll go into Dhikr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل
هذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
صدق الله العظيم.